دعم 8 بتجيك سيارة تبع قناة أرض المشرق للتغطية، اسمح لها بالمرور. تمكنت القوات الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق لتأمين مديريات محافظة أبين من دخول مديرية المحفد آخر مديريات المنطقة الوسطى، والتي كانت تعد من أخطر المديريات التي كانت تتحصن فيها عناصر تنظيم القاعدة وعصابات التخريب وقطاع الطرق. نهني قيادتنا السياسية بفخامة الرئيس عيد الروس الزبيري حفظه الله في مناسبة دخول المحفد من تصفية عناصر تنظيم القاعدة وداعش، وداعا لهذه الأحزاب وهذه وداعا لهذه التنظيمات التنظيمات الإرهابية من تنظيم داعش والقاعدة وحزب الأصلاح. نقول لهم وداعا لأن المحفد ومحافظة أبين بإذن الله تتأمن بإذن الله في هذه الأسابيع القادمة. احنا اليوم تم تأمين الخط المؤدي إلى مديرية المحفد من أجل تسهيل مرور القوات التدخل السريع لمداهمة العناصر المنتشرة في بعض الوديان والمرتفعات الجبلية. كما تلاحظون الأمور طيبة والوضع تحت السيطرة، ولا وجود للإرهاب ولا حاضنة له في مناطقنا. الطريق إلى المحفد لم يكن مفروشا بالورود، بل كان مزروعا بالعبوات الناسفة ومفخخات الموت التي حصدت عددا من الشهداء من أفراد القوات الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق، إلا أنها لم تكن عائقا أمام طلائع القوات الجنوبية التي التحمت من عدة محاور وتقدمت صوب المديرية وقامت بتأمينها بالكامل. أولا نشكر قناة غد المشرق التي وافتنا إلى مديرية المحفد في حملة تطهير مديرية المحفد من العناصر الإرهابية، عناصر خوارج الأصر الذي لا وطن لهم في أرض أبين البطلة، أرض أبين الباسلة التي قدمت خيرة شبابها في مكافحة الإرهاب. اليوم التحم موكب أو القوات الواجية اللي من موديا بقيادة عثمان معوضة، وقوات من شبوة واجية بقيادة الأخ القائد نصر عاطف المشوشي قائد الأول دعم سناد. بعد دخول المحفد اليوم قمنا بتأمين الخط المؤدي من موديا إلى المحفد، والأمور طيبة، القوات منتشرة على الخط الدولي ومستمرين في محاربة الإرهاب وإلى دخول إلى أوكارهم، وإن شاء الله مستمرين لأجل هذا المشروع. تأتي هذه الحملة استكمالا لعملية سهام الشرق التي أعلن عن انطلاقها اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لتأمين مديريات المنطقة الوسطى والساحلية بأبين من خطر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي والجماعات التخريبية وقطاع الطرق.